يوم الخميس من الأسبوع الرابع من الصوم الكبير الكاثوليكون. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته على جميعنا. لا يزم بعضكم بعضا أيها الإخوة لئلا تدانوا، لأن الذي يزم أخاه أو يدين أخاه يزم الناموس ويدين الناموس، وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس والديان، القادر أن يخلص ويهلك. فمن أنت يا من تدين غيرك؟ هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح، وأنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها مثل بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك، وأما الآن فأنكم تفتخرون في تعظمكم. كل افتخار مثل هذا رديء، فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. هلما الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم الآتية عليكم. غناكم قد فسد وثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئ وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار قد كنستم في الأيام الأخيرة. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.